بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا وإخلاصا في الدين. وبعد، أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، أبتدئ من الأسئلة التي ترد من الفيسبوك ثم أنتقل لاتصالاتكم. السؤال الأول عم يقول: إذا شخص عليه دين مال وبده يروح على الحج، فهل يجوز الذهاب إلى الحج وهو مديون أم يوفي الدين الذي عليه وبعدين يروح على الحج؟ هلا اللي عليه دين عنده حلان، الحل الأول إنه بيوفي دينه بيطلع على الحج، وهذا قول اللي عليه الاتفاق وما في خلاف. الحل الثاني إنه بيستأذن من عليه أو بيستأذن من صاحب الدين اللي دينه، بيقول له أنا بدي أطلع على الحج وإنت إلك علي دين، تأذن لي أطلع؟ إن أذن له يجوز، وإذا ما أذن له بيكون حجه غير مبرور. هل يجوز للعريس أن يرى شعر خطيبته في أول الخطبة؟ هل عم تقول عريس وعم تقول خطبة، يعني التركيبة مو ظابطة. يعني المقصود إنه الخاطب هل يجوز أن يرى من خطيبته شعرها؟ يعني بدون عقد زواج الوجه والكفين فقط. صلاة الشفع كيف تصلى وكم ركعة ومتى وقتها؟ أنا ما بعرف شيء اسمه صلاة الشفع، بعرف الشفع يعني ركعتين، معنى كلمة الشفع ركعتين. عندي سؤال ثاني: اللي ما دفع فطر ونسي شو حكمه؟ نسيان شو حكمه؟ يعني إذا بتقصد زكاة الفطر ما دفعتها على عيد الفطر وهلا انت تذكرت، هلا راح وقتها، بيصير عليك مثل قضاء، يعني بتدفعهم هلا بس ذهب الاجر وذهب الثواب مع الاثم. انا تدينت مبلغ وقدره 3 ملايين، وبيقول صاحب المبلغ اللي تدينت منه انه انا لازم ادفع عليهم الزكاه. شيخنا، مين لازم يدفع عليهم الزكاه؟ انا اللي تدينت المصاري ولا صاحب المصاري؟ لا، بالشرع اللي صاحب المال هو اللي بده يدفع الزكاه عن المال. واحد دين من إنسان مال، هلا اللي دين هو اللي بده يدفع الزكاة. بابا مات وترك بيتين للورثة، بيت مأجرينه وعم ناخد كلنا الأجار على هوى الشرع، شو بيقولوا؟ بيت ساكنة فيه الوالدة، البيت اللي ساكنة فيه الوالدة بيصير بده تصليحات صحية، تقدر ماما تاخد أجار تبع البيت وتصلح البيت اللي عايشة فيه ولا ما بيصير؟ هلا البيت اللي ساكنه فيه الوالده كمان هو تركه، عم تقولي ابوكي ترك بيتين، بيت انتم مأجرينه وبيت ساكنه فيه الوالده، معناتها بيت الوالده تركه للكل، فلما بده يتصلح بده يتصلح على حساب الكل، اكيد بتاخذوا الاجره من اللي بيطلع من البيت الاول، لانه هو بالاخر بده يصب البيت الثاني، والبيت الثاني هو لكم جميعا. آخر السؤال بالفيسبوك: أنا شفت بالمنام أنه ندرت لأبني أنه أذبح له خروف، هل هذا المنام بيقع علي أو لا؟ باقي المنام مالي متذكر منه شيء. هلا الرؤى أنا جعلت لها صفحة أو زاوية مخصصة بصفحتي على الفيسبوك بتخص الأحلام، وفي أخ متخصص بتأويل الأحلام والرؤى، ممكن تدخلوا على صفحتي بالفيسبوك وتحطوا الحلم بيجيكم الجواب إن شاء الله. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، نذهب إلى فاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، عدنا لاتصالاتكم. مع اتصال. ألو. ألو، مرحبا. أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا وسهلا ومرحبا. كيفك شيخي؟ يا ميت أهلا وسهلا. شيخي، أنا من محمد عم حكيك، بدي أسألك. أنا صار 12 سنة ولداني ابني، وعمري هلأ 40 سنة، وأنا معي مرض بالمعدة، ما فيني بلا يبدو فقدنا الاتصال، بناخد اتصال آخر. ألو. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت شيخي، بدي اسالك. انا يا ريت ترفعوا لنا صوت شوي والله اذا ممكن. انا مدينة مبلغ لقرايبي. نعم. بس ما عم يعطيني، صار لي 3 سنين عم مطالبه فيه وما عم يعطيني، وعم ادفع عليه زكاة. يا ترى لازم ضلني ادفع عليه زكاة رغم اني عم طالبه بالمبلغ؟ عم يقول لي ما، يعني
هو عمام ينكر انه بده يعطيني اياه بس ما عم يعطيني اياه. هلا اذا ما عم ينكر يعني هو مقر ومعترف بالمال، لا بدك تضلي تدفعي عنه. اما اذا انكر وقال ما لك عندي شيء، هون بيوقف الدفع عن الزكاه. ناخذ بس انا صار لي 6 سنين عم طالبه يرجع لي على المبلغ، ما عم يرجع لي اياه. يعني في طرق يعني وسبل لتحصيله، في طرق وسبل لتحصيله عن طريق القضاء، عن طريق الجاهات، عن طريق الاقارب. اما المهم انه طالما هو مقر ومعترف بهذا الدين وعم يقول بدي رجع، بتبقي عم تدفعي عنه الزكاه. ناخذ اتصال. الو الو الو، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، انا مطلقه مرتين من زوجي، فطلقني مره ثالثه 6 مرات يعني رمى يمين. اول مره اول 3 طلقات كان معصب، وثاني 3 طلقات كان كثير هادي، فبيكون وقع على اليمين الثالث ولا لا؟ اول مره 3 مرات شو قال لك باللفظ الواحد؟ انت طالق 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 بالثلاثة يمين ما بينفتح. تمام. والثاني وثالث مرة نفس الشيء. يعني 3 مرات على هالشاكلة ولا مرتين؟ لا لا، هلا 3 مرات على هي الشاكلة. اول 3 مرات رماهن، وثاني 3 مرات رماهن، وانا قبل هالمرة مطلقة مرتين منه. ايه طبعا. ايه ما بترجعي له اكيد يعني. هلا صفيتي انت هيك 4 مجالس، كل مرة قايل لك أنت طالق، ومرتين منهم أنت طالق طالق طالق، معناتها أنت طلقتي منه ما بترجعي له. هلا أنا هلا هي ثالث طلقة بكون وقعت يعني. هلا عم تقولي 4، عم تقولي في طلقتين من قبل، طلقتين بمجلس واحد؟ طلقتين من قبل بمجلس واحد الطلقتين ولا مجلسين؟ لا بمجلس واحد، بس كان في فرق بيناتهم يعني شي ربع ساعة. مو مشكلة، حنعتبرهم واحد بالجلسة الثانية، يعني المرة اللي بعدها 3 مرات بجلسة واحدة، والمرة اللي بعدها 3 مرات بجلسة واحدة، وكل مرة بلفظ أنت طالق. تماما. فإذا أنت طلقتي منه الآن. طلقت منه يعني شرعا. طلقتي منه شرعا، صح. ناخذ اتصال. ألو. يعطيك العافية. الله يعافيك، يا أهلا وسهلا. الله يعافيك، يا أهلا وسهلا. شيخني انا بدي اسالك، انه انا كنت متزعله انا وجوزي، وكان في مشكله كثير كبيره بيناتنا. نعم. فانا طلبت منه الطلاق، فهو ما رضي يطلقني، فضليت مصره عليه انه يطلقني وهو رفض. فاخر مره قال لي انت طالق، فانا لبست وحملت حالي بدي امشي، قلت له انه ما بطلق قبل ما تطلقني 3 طلقات. قال لي سكت ما رضي، رجع قال لي انت طالق طالق، وحملت حالي اجيت بدي اطلع برا البيت ما خلاني، قال لي انا بدي اياك وما بدي اياك تتطلقي. فشلون بدي انه هذا اليمين ينفذ؟ يعني انتو بجلسة واحدة قال لك انت طالق، رد بعد شي ربع ساعة قال لك انت، قلتي له قال لك انت طالق، لساعتكم بجلسة واحدة. تمام. هلا هذا على قول عن بعض الحنابلة وهو ضعيف، نحن عم نمشي عليه، انه بالجلسة الواحدة وان طالت 3 يعتبروا 1، يعني انت وقع عليك طلقة واحدة، لكن على القول الجماهير وقع عليك 3 طلقات. احنا حنمشي على هالقول الضعيف ومنقول لك هي طلقة واحدة وبيحق له يرجعك. يعني بحق له يرجعني بدون ما يفسخ عقد الزواج ويرجع يتجوز انه يكتب عقد جديد؟ قد ايش صار له هلا هذا الكلام اللي عم تحكي لي اياه؟ قد ايش صار له الزمن يعني الفتره الزمنيه؟ له اربع ايام. لا ما بده، بس بقول لك راجعتك الى عصمتي وعقد نكاحي، لانه العده ما انتهت لسه. يعني ما افدي بشيء او انه علي يمين؟ لا لا، بس هيك بقول لك، هو الطلاق وقع مو يمين، هذا طلاق ووقع. راجعتك إلى عصمتي وعقد نكاحي وبترجعي له. لا بقى تعيدي هالألفاظ عليه وتكرريها وتندموا بعدين. ناخذ اتصال. ألو. ألو.
ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية شيخي. الله يعافيك يا أهلا وسهلا. هلأ بدي أسألك بس، هلأ أنا الوالدة عندي صار لها يعني فترة طويلة كانت برات الشام، وندرت ندر أنه أول ما تفوت على الأراضي، أنه الأراضي السورية، أنه قال تركع ترابه وتصلي. ومن عجقة الحدود والضغط اللي صار معها نسيت هالقصة كلياتها. هلأ شو كفارة يمينها هيك؟ هلا كفرتها صارت يمين عند الشافعية، بدها تكفر عن يمينها وطعمي 10 مساكين. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، نذهب إلى فاصل ثم نعود إليكم، فابقوا مع المشاهدات. عدنا لاتصالاتكم. مع اتصال. ألو. يعطيك العافية. الله يعافيك يا أهلا وسهلا. الله يعافيك يا أهلا وسهلا. إن شاء الله جمعة مباركة شيخنا عليك وعلى جميع أمت نبينا محمد. الله يبارك فيكم جميعا يا أهلا وسهلا. شيخ أنا عندي سؤال. أنا بالبيت عنا بيت أهلي عم لاقي سحورة، بس هاي السحورة لإلي. لقيت 3 سحورة وآخر سحر شلته مكتوب بالدم. نعم. شو بدي أعمل فيهم هدول؟ هدول اللي بتمسكيهم ترشي عليهم ملح. أو بتكبيهم بالبحر أو مي مالحة أو انتهى الموضوع إن شاء الله، وحصني حالك بالرقية الشرعية. طيب هلأ إذا كبيتهم بنهر جاري بيمشي الحال؟ المالح ديكم السحر مكتوب، سحر مكتوب على آية قرآن. المالح بده مي مالحة أو ملح، يعني هذا يبطله بإذن الله. ناخذ اتصال. ألو. 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 إذن أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، هذا موضوع مهم جدا، وهو أنه ينبغي للمؤمن أن يتحصن بالأذكار ويتحصن بالأوراد، وخصوصا قبل النوم، ويفعل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يأتي إلى يديه فيقرأ المعوذات. قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. بينفخ على إيديه وبيمسح جسمه كله، هذا يفعله 3 مرات قبل النوم، ويقرأ سورة الكرسي ويقرأ سورة تبارك كما هي السنة، ثم يمسح جسده و يدعو الأدعية المأثورة، وبذلك إن شاء الله يتحصن من هذا الذي يكون وهذا الذي يحدث. مع اتصال. ألو. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة السلام الله وبركاته. عليكم شيخي. أهلا وسهلا ومرحبا. الله يسلمك ويقويك يا رب. شيخي أنا بدي أسألك سؤال. تفضلي. هلا انا بالاول كنت حامل واجاني ولد بالثامن، يعني الله كرمني بصبي وسميته محمد ريان. طيب. وهلا انا حامل، الله يعوضني يا رب يا شيخ يا رب، هيك ادعي لنا. وهلا حابين نسميه محمد، بيأثر شيء؟ لا ما بيأثر، الله يتمم لك حملك، وان شاء الله ربي بيجعل لك يا قرة عين، وإن شاء الله ربي هيك بيسرك فيه وبيجعله إن شاء الله سند إليك في هذه الحياة. بناخذ اتصال. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي لعينك، أنا بدي أسألك سؤال بس يا ريت بعد ما جاوب، بعد ما سكر تجاوبني. دخيل عينك. على راسي، تفضلي. هلا انا نحن 8 شباب و4 بنات، موجودين بالبلد 6 شباب و3 بنات. فوالدتي عندها بيت كمان بحرستها، فهي طول الوقت قاعده عندي ومرضت مرضى قويه وضلت قاعده عندي. فجوزي كثير متضايق واخواتي الشباب ما بدهم اياها، فحلف مليون يمين انه اذا بتجي انا بترك البيت وبمشي. وصارت مشكله كثير كبيره، وهو عين وهي عين، وبصراحه هي حاسه يمين ما بتخليني عندها لو بيصفى من عمري يوم، وانا ما بدي اتطلق بيني وبينها. شو الحل وبكون ممنونة؟ انت قلتي انه بس تسكري من جاوبك. انا حابب اقول لك انه هي الام هي الجنة والنار، يعني يا جنتنا يا نارنا، هي بتدخلنا على الجنة وهي بتدخلنا على النار. وربنا سبحانه وتعالى ما اوصى بعد عبادته بشيء
إلا بالوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني رضا الوالدين عبادة طاعة لله سبحانه وتعالى. فطبعا أنت ما بتحملي الحمل كله، هلا أنت عم تقولي في ثلاث شباب وثلاث بنات أو بنتين وشابين نسيت، هذا بده يتحمل الجميع خدمة الوالدة. يعني أنت عم تقولي بدك زوجك وبدك والدتك، وهي حكمة وهذا زكى منك، معناتها أخواتك بدهم يلزموا إجباري فيها بالقضاء وبالشرع، الذكور والإناث والكل بدهم يتوالوا على خدمتها، وهذا شيء مو بس مفروض عليكي أنت. فالحل أنه الجميع بدهم يلتزموا بخدمة والدتهم، وهي من حظهم، يعني إذا خدموا والدتهم مو من حظ والدتهم، من حظهم إلهم، لأنه لسه بدهم يكبروا، بدهم يجيهم أولاد. اللي بيخدم أمه أولاده بيخدموه، واللي بيكب أمه أولاده بده يكبوه، فهن يشوفوا هالمصير. إذا حابين ينكبوا بس يكبروا يتركوا أمهم، واللي حابب ينعز بس يكبر يبر أبوه ويبر أمه، لأنه بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. باخذ اتصال. ألو. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جوزي حالف يمين بس مو طلاق، يمين أنه عادي بالله أنه ما أحضر حفلة، شو فدوته اليمين؟ شو اللفظ اللي قاله؟ والله العظيم ما بتحضري الحفلة. قال والله العظيم ما بتحضري حفلة، وإذا الحفلة ضرورية يعني لأخت لأخ، إذا حضرتي بكفر عن يمينه بطعمي 10 مساكين، وما حلف بالطلاق. قال والله العظيم، هو يمين حلف يمين، والحديث من حلف على يمين ووجد أن غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. يعني إذا كان عدم ذهابي لهذا العرس بده يساوي قطيعة رحم بيني وبين أخوتي وبيني وبين أهلي، لا، بكفر عن يمينه بتروحي على العرس. أما إذا ما في شيء ضروري ما في داعي لتكفير اليمين. بناخذ اتصال. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية شيخ. يا أهلا وسهلا ومرحبا. بدي أسألك عن حكم قراءة القرآن للمرأة الحائض في قصة التعليم بالجوال، بقلبها ولا بلسانها؟ لا بلسانها، من الجوال إذا بتعلم طفل أو هي يعني. نعم، لا يجوز قراءة القرآن للمرأة الحائض أن تلفظ ذلك بلسانها، لا يجوز. أما أن تقرأ بقلبها جائز، لأنه ما اسمها قراءة. إحنا عنا القراءة بالقلب ما اسمها قراءة. يعني لو واحد ساكت هيك وبقلبه قال لمرته أنت طالق وبقلبه ما حكى بلسانه، ما بيقع الطلاق، لأنه هذا ما اسمه كلام. لو واحد هيك عم يقرأ قرآن وما لفظه ما اسمه قراءة. إذن لا يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ لفظا القرآن الكريم. ناخذ اتصال. ألو. يعطيك العافية شيخ. الله يعافيك، أهلا وسهلا. سمحت، أنا موظف وعليه مبلغ من المال، عليه دين، فإذا نعم. سحبت قرض وما في من يدي، ما في من يسدني، يعني يعطيني المبلغ عشان أسده، في شلون شو حط شيخ؟ أنا ما فهمت السؤال يعني والله تبعك يا حبيبي. أنا السؤال ما فهمته. أنا علي مبلغ من المال، يعني عليك مبلغ دين من المال. عليك دين. علي دين. تمام. أيوة. إذا سحبت قرض أنا موظف. إيه. إذا سحبت قرض أنا في شو حكم شيخ؟ إذا ما حدا دينك ولا حدا عطاك ولا حدا يعني منحك هذا الشيء وأنت مضطر توفي دينك، يعني صاحب الدين بده المال، كمان هو ما أخرك ما قال لك خذ وقتك، وما حدا عطاك وأنت مضطر، ساعتها يعني الضرورة تقدر بقدرها وبتأخذ وبتعطي. لأنه المشكلة لما بيأخذ واحد قرض يعني من البنك في فوائد، فبيكبر الرقم، إذا ما قدر يسدده ضمن الفترة المحددة بيرد بالطول المدة وبيكبر الرقم، فبيقضي حياته هو عم يسد فوائد. يعني هي مشكلة إنه بيضل طول عمره ملحوق. بينما الدين إن كان ذو عسرتين فنظرة إلى ميسرة. فأنت لما بتتسكر البواب وصاحب الدين بده ماله وهذا حقه،
وما عندك حل ولا خيار، الضرورة تقدر بقدرها ومنقول لك بجوز. ناخذ اتصال. الو. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية، الله يسعد لي صباحك. صباحك مبارك، أهلا وسهلا. لو سمحت، أنا أمي توفى أبي وما عملت العدة. أمي شو بنحسن نعمل؟ شو بنحسن نساعدها؟ بدها فيها كفارة ولا بدها تعمل عدة ولا شو بنساوي؟ وخلصت المدة هلا يعني؟ خلاص صار له أبوك متوفي قديش؟ خلصت المدة تبع العدة سيدنا الشيخ؟ خلصت. هلا ما في عندها إلا التوبة والاستغفار، لأنه هي يعني ارتكبت معصية بعدم التزامها بأحكام العدة، هي خالفت حد من حدود الله، حكم من أحكام الله سبحانه وتعالى، فهي الآن ما عندها غير التوبة والاستغفار، وأن تتوب إلى الله مما فعلت وتكثر الالتجاء والاستغفار فقط لا غير. ناخذ اتصال. ألو. كيفك شيخي؟ أهلا وسهلا ومرحبا. أنا حكيتك من شوي، أم محمد من اللاذقية عم بحكي معك. والنعم، أهلا وسهلا، تفضلي. شيخي أنا هلا طلعت حامل، صار 12 سنة ما حبلت ومريضة معي معدة، وامبارحة رحت عند الدكتور قال لي عمر الحمل 20 يوم وما في نبض أبدا أبدا، ووضعي ما بيسمح إني أخليه ببطني للولد، لأنه بدي باخذ دواء كل يوم للمعدة، معي تقرحات وما فيني بلا الدواء، وحتى احيانا بتحرك علي معدتي بعتاد ابر بدوري. لو عوضي للدكتور قال لي هذا بيرجع لإلك وانت قرري يعني، بس قال لي ما في نبض استل ولا. طيب سؤالك هو بالضبط، ما بعرف شو رايك دكتور، انه بجوز تنزلي ولا عم تاخذي رايي بالبقاء ولا هلا هو عم تقولي عمره 20 يوم ولا لا؟ عم تقولي عمره 20 يوم، هلا شهر عن 20 يوم بجوز تنزلي، يعني دون الأربعين يجوز مع الكراهة، فبجوز هلأ تنزلي ما في أي مشكلة. هلأ بيرجع بقاؤه وعدم بقاؤه إليك، أنا بختار البقاء. ناخد اتصال. ألو. 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 أهلا وسهلا ومرحبا، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور يعطيك العافية. الله يعافيكم، يا أهلا وسهلا. دكتور اسألك، دكتور شيخنا بدي اسألك على شغل الطلاق. ايه تفضل. شخص حلف يمين على زوجته من سنة بالطلاق. ألو. أنا معك عم بسمع، تفضل. ورد حلف عليها بعد شيء 3 أشهر طلاق تاني. أول مرة شو قال له أول مرة؟ أول مرة قال له طالق بالثلاثة. طالق ولا قال له أنت طالق؟ سأله الشيخ أحد العلماء بحمص قال له اليمين ما ثبت. تمام، هو قال له طالق ما قال له أنت طالق، مو هيك؟ ركز معي يا أخي. إيه تمام، قال له طالق ما قال له أنت طالق. أيوة تمام. أيوة. الثاني شو قال المرة؟ أيوة. الثانية شو قال؟ قال له أنت طالق. المرة الثانية أنت طالق. المرة الثانية اللي أنت طالق. والثالثة كمان حلف يمين بالطلاق. شو قال له؟ ايه قال له أنت طالق. وفي غيرون؟ من شي أسبوع، من شو أسبوع حلف عليه يمين بالطلاق قال له أنت طالق بالثلاثة. طالق 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 بالثلاثة. قال له أنت طالق ولا قال له طالق طالق طالق؟ قال له انت طالق بالثلاثة. تمام. عديها مرتين. نعم، يعني صار 4 مرات هلا، أول مرة قال له طالق
والثاني قال لها انت طالق طالق، والثالث قال لها انت طالق طالق، والرابعه قال لها انت طالق طالق. ايوه طلقت هي منه هلا. بس عفوا شيخ بدي اسال، بجوز هي عم ترضع بنت؟ خلص عم ترضع ولا ما عم ترضع؟ الطلاق وقع، هو لما طلق ما بيعرف مرته عم ترضع. بجوز عندها البيت هلا بدها تتحشم منه، لانه هلا بانت منه بينونه كبرى، ثلاث طلقات متفرقات بينونه كبرى، يعني بدها تتحجب منه لانه هو صار غريب عنها. البيت مشان البنت؟ نعم. شو سالت بالاخير؟ شو قلت؟ بجوز يفوت لعندها البيت مشان البنت، واذا تحجبت منه. انا قلت بدها تتحجب منه لانه صار غريب، يعني بيدخل بوجود اولاده، بوجود حدا، اهله، اهليته، صارت غريبه عنه. مظبوط. لانه طلقت منه بالثلاثه، فهو بيحق له يشوف بنته، بيحق له يزورهم، بس بحضور الاهل، بحضور الاولاد، وهي متحجبه. ناخذ اتصال. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي لعينك، أنا اللي حكيتك بشوي إمام محمد، بس ما قلت لي على زوجي، لأنه حالف يمين إنه إذا بتيجي لعنا بتطلع من البيت لوالدتي. هو بيطلع من البيت، فشو حكم أنا شو أعمل؟ شو اللفظ اللي قاله هو زوجك؟ قال علي الحرام، إذا بتيجي على البيت أنا بطلع من البيت، ما عاد إجي أبداً أبداً. شو بيقصد بعلي الحرام؟ يعني انه بده يترك البيت ويمشي خلص، انه ما عاد في رجعه. بيقصد الطلاق؟ هو ما بيحب يصير الطلاق، يعني ما بيحب يذكره. يعني اذا ما قصده الطلاق هذا كفاره يمين بطعم 10 مساكين. بس هو ما بده ابدا تجي، لانه عنده بيت عم يقول. اي انا جاوبتك، روحي دوريها انت معلش. انا جاوبتك، قلت لك هي مفروض تقعد ببيتها، اولادها كلهم بالدور بيجوا بيخدموها، وهذا واجب عليهم، وانت واحد من هالاولاد الموجودين بيتقسم الدور ونياله اللي بيخدمها. انا تكلمت هالكلام. تمام يعني انه ما في مدايه انه اذا رحت انا، بس هو ما بده مشان ما يخرب بيتي. ايه طبعا هو هذا الحل، هذا هو الحل، والله يكسبك الرضا ويبعث لك ان شاء الله ذريه صالحه ترضيكي وتخدمك مثل ما عم تخدمي امك ان شاء الله. ناخذ اتصال. الو. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، انا امبارح صليت العصر، كنت ماني متأكد من وضوئي، بقى تيقنت انه بعد ما صليت اني متوضي، بقى عيد الصلاة ولا يعني انت لما بدأت كنت شاك، مالك جازم انك متوضي؟ الو. لا اي خلاص، بتعيد الصلاه والوضوء. ناخذ اتصال. الو. 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 الو، اهلا وسهلا. يعطيك العافيه شيخي. الله يعافيكم، يا اهلا وسهلا. الله يعافيك شيخ، الله يخليك. أنا حامل بالشهر الخامس، بآخر الشهر الخامس، وكنت مسافرة ونزلت على بلدي، وكل الدكاترة أجمعوا إنه لازم هذا الحمل ينزل. هو بأنه شهر؟ مي بالرئة. أنا هلأ بآخر الشهر الخامس، وأنا خايفة بصراحة، يعني ما بعرف نزل هالولد اقتل روح ولا لا، خليه ويجي مثل ما هو، كيف ما الله يعني بعت ليه. ويومين بفوت بالشهر السادس. يعني لا يجوز انه تسقطي هذا الحمل، خلص خليه وتوكلي على الله وقولي يا رب، والله هيك يكتب له ان شاء الله السلامه والعافيه. تمام، يعني حتى لو ممكن انه يجي مشوه هذا الولد؟ ان شاء الله ما بيجي باذن الله، بس لا يجوز. لا يجوز الاسقاط يعني. لانه هي الدكاتره كلها اجمعت انه لازم ينزل هذا الحمل. فأنا ما بعرف شو أعمل، نزله هلا هذا الحمل في روح، هو حي وفي روح، فما بيجوز إسقاطه. ناخذ اتصال. ألو.
ألو. ألو، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية أستاذ، الله يوفقك يا رب. بدي أسألك عن موضوع طلاق لو سمحت. تفضلي. هلا أنا كنت مكتوب كتابي على واحد والعصمة بإيدي، لما الشيخ كتب الكتاب حط العصمة بإيدي لبين ما ينكتب المحكمة. تمام. بعد فترة اختلفنا. طيب. على عدة مواضيع، بس أكبر موضوع إنه هو اللي رفع علي دعوة بالمحكمة. نعم. بدي أتأكد بس إنه يعني إنه هل اختلفنا أول شيء؟ مرة أنا اختلفت، مرة هو اختلف، مرة بس أنا ولا مرة قلت له ما بدي إياك. كل مرة قال له أنا خلص، يعني إنه خلص نتصالح ونرجع كل نحباب وأصحاب. هو يروح يقول للشيخ إنه هي ما بدها يعني، كل مرة بتقلي ما بدها يعني، أنا ولا مرة قلت له ما بدي إياك. آخر شغلة رفع علي دعوة بالمحكمة، وظلنا شي 7 شهور بالمحاكم رايحين جايين، دعوة نصب احتيال. طيب. هل هذا الشيء إنه أنا آخر شيء المهم إنه طلقت حالي قدام الشيخ، طلقت حالي، هل هذا الشيء إنه أنا يعني متقدم ومتأخر بيطلع لي ولا ما بيطلع لي، مدبوس البدن بيطلع لي ولا لا؟ هلا هو السؤال، أنتوا كتبتوا ذهب. أنتوا كتبتوا كتابكم بالمحكمة؟ لا ما كتب بالمحكمة. لكان شلون عم تروحوا تجوا على المحاكم على أساس شو؟ هو رفع علي دعوة علي وعلى أمي نصب احتيال. إيه هلأ إذا أنت طلقتي حالك خلاص اتطلقتي، يعني الطلاق خلاص، وطالما أنه أنت اللي طلقتي طبعا ما بقى يطلع لك شيء، لأنه هلأ أنت بينك وبينه دعاوي ومحاكم وكذا، فالمحكمة كمان هي تحكم بيناتكم. طيب بالنسبة لملبوس البدن انه هو عاطيني اياه وعاطيني الذهب، محبس ذهب. هلا اذا انت اللي تركتي، انت اللي ما بيطلع لك شيء، اذا هو ما بده، اذا هو اللي ما بده بيطلع لك النص قبل الدخول بالنسبة لملبوس الذهب، لانه جزء من المهر. بالنسبة للذهب هذا هدية ما بيرجع له، يعني الذهب والهدايا اللي بيجيبه على اساس هدية ما بيرجع له، اللي بيعطيك اياه من المهر إذا هو طلق بيطلع لك النص، إذا أنت ما بدك بدك ترجعي له كل شيء بيطلبه. بناخذ اتصال. ألو. 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 ألو، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الخير؟ يا ميت أهلا وسهلا. شيخ بدي اسالك سؤال. تفضل يا مرحبا. انا زي ما بكون قاعد عم اصلي، انت كيف بكون قاعد عم اصلي؟ احيانا بصلي ركعه بنسيني، صلي ركعتين برجع عندي مثلا بنسى اني صليت ركعتين، برجع بقطع الصلاه وبرد العيد ثاني مره. يعني عم تنسى انه ركعه ولا ركعتين صليت، هيك هيك السؤال؟ ايه. هلا نحن بالنسبه لنا اذا واحد عم يصلي ونسي، هلا فرضا عم تصلي الظهر، انه انا صليت 4 ركعات ولا 3، بنقول لك اعتمد على الاقل، قول 3 وجيب ركعه، يعني لا تقطع صلاتك وتعيدها من اول جديد، انت بالصلاه بتجيب ركعه. انا يا ترى صليت 2 ولا 3؟ لا 2 وجيب الثالثه وهكذا، يعني بتعتمد على الاقل. الو. هيك ايوه تمام. هيك اعتمد على الاقل وبتكمل، بس لا تقطع صلاتك وتعيدها من جديد، هذا هو الجواب. ناخذ اتصال. الو. الو. الو، اهلا وسهلا. الو. الو، اهلا وسهلا. ام يوسف معك. اهلا ام يوسف، تفضلي. الو. الو، السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يسلمك شيخ، الله يسلمك. بدي اسالك سؤال شيخنا. زوجي عم يتصرف معي، بيسبني كثير، بيحكي معي كثير، يعني يعني بيزعجني كثير، يعني وش قد ما اعمل له وش قد ما احكي معه وماني مقصره معه، ف بيسيبني بالنهار بده بينام معي بالليل، شو يعني انا عاقه ولا لا؟ يعني انت شو تعملي؟ سؤالك هيك يعني سؤال؟
ايه بسألك انه يعني شو بعمل له كتير وما عمر بيجي على البيت الا وانا ما انا مقصرة معه، ما قصرت معه من اخذني لحد صار لي 30 سنة ساكني معه. الله يجزيك الخير، بدك تطولي بالك، راحوا اول 30 بدك تكملي تاني 30 على هالشاكلة هي، طولي بالك عليه وتصبري والله يهدي لك يا ويحسن لك اخلاقه ويردوا لجادة الصواب، يعني اللي عنده امرأة صالحة مطيعة ما عم تقصر معه، لازم هو كمان يبادر بالطيب وحسن الخلق والتعامل الحسن، الله يهديه ويصلحه، وانت عليكي بالصبر والدعاء وان شاء الله الله سبحانه وتعالى بيصلح لك يا. ناخذ اتصال. الو 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 اهلا وسهلا. يعطيك العافية شيخي. الله يعافيكم يا أهلا وسهلا. ألو ألو أهلا وسهلا تفضل. شيخي بدي أسألك سؤال. تفضل. ألو تفضل معك أهلا وسهلا. الله يزيد فضلك شيخي، بس أنا بتأخر كثير بالنسبة لصلاة العشاء، أحيانا بصليها بعد الوحدة، هذا بيتصلح حاضر ولا قضاء؟ هلا هذا اسمه أداء، بس في كراهة تأخيره يعني لبعد نص الليل عند الحنفية في كراهة، لكن هو أداء وصلاة صحيحة وما فيها أي إشكال. يعني بيتصلح حاضر؟ أي حاضر، اسمها أداء وليست بقضاء. طيب ماشي، شكرا كثير لك حبيبي، الله يديمك يا هلا. ناخذ اتصال. ألو الو مرحبا. يا اهلا وسهلا ومرحبا. والله لو سمحت شيخي سؤال بس، يعني تفضل. إيه اللهم صل على النبي سيدي، اذا توفت زوجته الواحد بيقدر يدفنها هو زوجها معلش ولا ايه؟ بيدفنها ما في اشكال، في مذهبين يعني احد المذاهب بيدفنها وبيقوم بخدمتها بشكل كامل، يعني الله هيك يرحمها ويجعلها في عليين. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، مع هذا الاتصال الأخير أترككم بعون الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم دائما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.